السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكثير من الشباب مبدعون ومصممون رائعون في هذا الميدان، وخصوصا الشباب العربي، حيث أن انطلاقا من تجربتي المتواضعة في المدونة وخارج المدونة اكتشفت طاقات كثيرة. وكما تطرقت سابقا إلى موقع أوديسك للحصول على وظيفة مستقلة على الإنترنت، سوف أتطرق في هذه الحلقة إلى موقع 99 ديزاينز، حيث أن هذا الموقع في سياسته نجد أنه مختلف بعض الشيء عن موقع أوديسك. ف 99 ديزاينز به كثير من المسابقات في شتى الميادين الإبداع، في اللوجو ديزاين، تصاميم الشعارات، تصميم المواقع، تصاميم بطاقات العمل، تصاميم للموبايل أبس، يعني تطبيقات الهواتف إلى غير ذلك. فكل كل كل ما لدي علاقة بالتصميم تجده في هذا الموقع. إذن فالموقع جميل، به كثير من المسابقات، وأقل جائزة يمكنك ربحها من هذا الموقع فهي 139 دولار. فهناك مسابقات ب 200 دولار، ب 1000 دولار، ب 500 دولار، ب 1300 دولار إلى غير ذلك. إذن فلتسجيل في الموقع عليك الضغط على لوج إن، جيد، ثم الضغط على ساين أب للتسجيل، جيد. هنا ندخل الإيميل، جيد. إذن بعد إدخال الإيميل الباسورد، جيد. هنا عليك اختيار أما ديزاينر، يعني أنا مصمم وأريد المشاركة بتصاميمي، جيد. هنا الاسم المستعار، ثم الضغط على ساين أب، جيد. ثم الذهاب إلى الإيميل، سوف تجد رسالة، عليك الضغط على confirm your email address، جيد، لتفعيل الحساب activate account، جيد. إذا بعد تفعيل الحساب عليك الذهاب إلى البروفايل، جيد. هنا يمكنك اختيار اللغة على حسب اللغة التي تجيدها، جيد. يمكنك عمل اتصال لحسابك بموقع فيسبوك، تويتر أو لينكدين، جيد. سوف نضغط على كونتيست ونذهب ونقوم بالضغط على براوزر كونتيست، أي تصفح المسابقات، وهذا للمشاركة في المسابقات. إذن بعد الضغط على براوزر كونتيست الآن يمكنك اختيار المسابقة التي تريد، لكن قبل اختيار هذه المسابقات عليك ملاحظة هذه الأيقونات. الآن سوف أقوم بشرح كل أيقونة على حدة. فمثلا الأيقونة الأولى التي تظهر على شكل عين مشطب عليها أو بها خط، فهذه الأيقونة تدل على أن هذه المسابقة كل التصاميم التي بها فهي مخفية. مثلا أنت إذا شاركت بتصميمك فهذا التصميم لن يظهر للمصممين الآخرين. إذن سوف نضغط عليه لرؤيتها. إذن كما ترى فكل التصاميم بها هيدن، أي مخفية، فلا يمكنك رؤية تصاميم منافسيك. وأنا أنصح بالمسابقات التي ليست بها هذه الأيقونة،
وهذا لمعرفة ذوق العميل وما هو الخط الذي يفضله، اللون الذي يفضله إلى غير ذلك. وهذا للاستفادة من مصممين آخرين. جيد، هنا الأيقونة الثانية التي بها دولار. هذه الأيقونة تعمد إلى أن هذه المسابقة فهي مضمونة، أي أنك إذا شاركت في هذه المسابقة والعميل لم يعجبه أي تصميم من التصاميم الموجودة بهذه المسابقة، يعني تصميمك وتصميم المصممين الآخرين، فوجب عليه اختيار التصميم. لا يمكنه قفل المسابقة أو تركها. فإذا لم يعجبه أي تصميم من التصاميم الموجودة في المسابقة، فوجب عليه اختيار تصميم واحد والدفع لصاحب هذا التصميم. جيد، هنا نذهب إلى بي، هذا الحرف. هذه الأيقونة تعمز إلى أن هذه المسابقة فهي مخصصة لأصحاب البروفايل الجيد، يعني الذين لديهم تاريخ مع الموقع، يعني الذين ربحوا في مسابقات قديمة، على الأقل 10 مسابقات أو 11 أو إلى غير ذلك، يعني مسابقات كثيرة. جيد، الآن نذهب إلى هذه الأيقونة التي على شكل قفل. هذه الأيقونة بريفيت كونتيست، يعني هذه المسابقة فهي خصوصية ولا يمكن لكل المصممين الدخول إليها. جيد، إذا بعد معرفة كل هذه الأيقونات سوف نذهب إلى هنا. هذه الأيقونة هيج برايز، يعني المسابقات التي بها أثمنة مرتفعة جدا، يمكنك الضغط عليها وتبديلها بلوز لويز برايس. هنا يمكنك الضغط على فينيس سون ليفت تايم ليفت، يعني المسابقات التي اقتربت نهايتها. كما ترى فهنا يظهر المسابقات التي ليس بها وقت كبير، ساعة وخمس دقائق، ساعة و 12 دقيقة إلى غير ذلك. فعند الضغط عليها مرة أخرى سوف تجد المسابقات التي بها وقت كبير، 7 أيام، 7 أيام إلى غير ذلك. إذا بعد اختيار المسابقة التي تريد الدخول إليها، مثلا سوف أدخل إلى هذه المسابقة. جيد، هنا أرى تصاميم المنافسين. إذا كما ترى كل التصاميم. جيد، إذا أردت المشاركة فيكفيك الضغط على هذه الأيقونة ثم سبميت الديزاين، ثم سوف تذهب بك إلى خانة أخرى. هنا يجب عليك verify your identity fee. verify يعني تفعيل هذا الحساب، وهذا بالضغط على connect with Facebook. جيد، سوف أقوم بربطه بفيسبوك، وهذا لتفعيله. جيد، الآن قام الموقع بتفعيله. جيد، هذا هو البروفايل الخاص بي. يمكنني وضع الصورة هنا والكوفر. جيد، سوف أعود للمسابقة بوضع كونتيست. جيد، سوف أختار أي مسابقة. مثلا أنا اخترت هذه. جيد، إذا للمشاركة في التصميم فيكفيك الضغط على سبميت ديزاين. جيد، ثم اختيار هاف يو ريد ذا دي في يس، هل قرأت القوانين؟ هاز يو ديزاين بين كريتد از افيكتور ايماج، هل
تصميمك على شكل فيكتور؟ يس. Does your design contain a stock or clip art؟ هل تصميمك من مواقع ستوك؟ إذا قم بالضغط على لا. I have not used stock or clip. جيد. هنا choisis des fichiers، يعني اختيار صورة التصميم. جيد. ثم تقوم بالضغط على submit design. جيد. وقبل المشاركة بالتصميم، فيجب عليك الضغط على بريف، وهذا لمعرفة معلومات حول التصميم، أي الشركة، مجال العمل التي تعمل به، تايتل أو العنوان الذي سوف يوضع في الشعار مثلا. إذا هنا يوجد كل المعلومات حول التصميم. هنا الألوان، color preference، هنا ملاحظات إلى غير ذلك. يمكنك ترجمة النص إلى الفرنسية مثلا. جيد. إذا بعد مشاركة في تصميم، عليك انتظار ساعة على حسب المسابقة، فهذه مسابقة بقي لها ساعة للانتهاء، ثم سوف يقوم العميل بإعلان عن الفائز في هذه المسابقة. إلى هنا، عفوا، إلى هنا انتهت حلقتنا لليوم. شكرا على حسن المتابعة. لا تنسوا الضغط على زر لايك وسبسكرايب للحصول على المزيد من الفيديوهات.